لعشرة أشهر ظلت عائلة هذا الرجل المحامي معنى الغنيمي تنتظر أخباره بعد أن اعتقلته قوات النظام في دمشق. فجاء الخبر نهاية الشهر الماضي من فرع الشرطة العسكرية بأنه توفي منتصف يناير الماضي نتيجة إصابته بجلطة دماغية. عائلته لم تتسلم جثته ولم تعرف حتى مكان دفنه. معا تقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان قتل تحت التعذيب في فرع المخابرات الجوية، وهو واحد من 176 آخرين قتلوا تحت التعذيب في شهر مارس فقط بعد أن اعتقلوا على يد قوات النظام. عدد الذين يقتلون تحت التعذيب في سوريا في سجون النظام تعدى أحيانا في شهر واحد أكثر من 500 شخص منذ بداية الثورة، ولكن في هذا الإحصاء الأخير برز موت طفلين لا يتعديان 16 من العمر وامرأتين وطبيب وممرض من بين القتلى. كلهم لم تعرف التهم الموجهة إليهم ولا أسباب اعتقالهم. الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي أعدت الإحصاء طالبت مجلس الأمن بالتصرف وإحالة ملف قتل السجناء تحت التعذيب إلى المحكمة الجنائية الدولية. مطلب يكرره أيضا الائتلاف الوطني السوري ومنظمات إنسانية عالمية، ولكن ثبات موقف روسيا والصين إلى جانب النظام يعرقل أي خطوة في هذا الاتجاه. راغدة بهنام، العربية.